السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، أؤيد بشكل كامل الجهود الرامية إلى استهداف وتحييد أي تهديد وجودي مثل حزب الله. يعرف الإسرائيليون كيف يبعثون الرسائل. لقد كانت هذه عملية سرية بارعة. أنا متأكد من أنه لو كان الإسرائيليون قد أطلعوا بايدن وهاريس على هذه العملية لكانوا سعوا إلى ثنيهم عن القيام بها. فلننظر إلى الاختلاف في مقاربتي الإدارة الأمريكية وإسرائيل. بايدن وهاريس مع التنازل والفوضى، أما إسرائيل فقد قضت على قيادي من حماس في طهران وقيادي من حزب الله في بيروت، وها هي الآن تصيب الجماعة بأسرها بالشلل. إنه السعي للسلام عبر إظهار القوة. النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز: أدى الهجوم الإسرائيلي على البيجر في لبنان إلى تفجير آلاف الأجهزة المحمولة في عدد كبير من الأماكن العامة، مما أدى إلى إصابة مدنيين أبرياء بجروح خطيرة وقتلهم. ينتهك هذا الهجوم القانون الإنساني الدولي بشكل واضح لا لبس فيه، ويقوض الجهود الأمريكية لمنع نشوب صراع أوسع نطاقاً. يحتاج الكونغرس إلى معرفة كاملة بهذا الهجوم، بما في ذلك إجابة من وزارة الخارجية حول ما إذا كانت أي مساعدات أمريكية قد ذهبت إلى تطوير هذه التكنولوجيا أو نشرها. عندما تشمل الحرب استهداف الأفراد عبر المسيرات وأجهزة الاتصالات، نصبح آنذاك في عالم لن يعود فيه أي شخص في مأمن في أي مكان في العالم. الأمر الثاني هو أنه عند استهداف الإرهابيين يسقط ضحايا كأضرار جانبية، غالباً ما يدفع هذا لبروز المزيد من الإرهابيين، وبالتالي تصبح هذه حلقة غير منتهية.